أبو الشغب، أبو الشغب تسمعني؟ الريط طق طق أبو الشغب. شنو طق؟ بيض طق أبو الشغب. لك شنو هذا اللبس الحلو؟ منورين جماعة الشفت الصباحي. ماكو عودة مال مكناسة مال ماسحة. شو صافية دافية أبو الشغب؟ عندي فحم مال النرجيلة يلوق الراسك. بس هذا الفحم محرم دولياً أبو الشغب. وكسبايرهن ليش أبو الشغب ليش؟ هي كان رخيص عندك وفحمك كسباير؟ لعد راح أهدي لك هاي الأغنية. عينك من يلتي تسمح الأغاني؟ خلي أشوفك اللي وين تبقى صامد بالصالة. أبو الشغب كل الزين أعرف أنت مراهن على عامل الوقت، بس أيس ما أطلع منه إلا وأنا محقق مطالبي. وشنو مطالبك عيني؟ هاي شنو أبو الشغب تغشم روحك؟ يومي أطبع الكياهن وأعلقهن هنا وأنت تقرأ وتغلس. بالله احكي لي ياهن. أولاً عدم التدخل في شؤوني وانتهاك خصوصيتي. على متاخذ راحتك مو؟ طبعاً العدان شكم سوي ثورة. ثانياً دقيقة أنا قلت لك كمل؟ لا حبيب أبو الشغب هاي قبل هذا النسوالفك. أوكي هسه صوتي أعلى من أي صوت. هسه صوتي صوت شعب. كمل بالله كمل. ثانياً بيتي مو ساحة تصفيات لأمك وأبوك. عدهم بيت هناك يروحون يتعاركون. ليش مو هاي أمي كنت تقول عليها تاج راسك؟ هاي قبل أبو الشغب بعد ماكو تاج راس وأمك ما تمثلني. واشتعلت أمك وهذا هاشتاق بتويتر أم ريهام ما تمثلني. يلا روح أريدك ترند اليوم. هلو حلو. هاي شنو بعد ما أخذ الصالة؟ خطية ما تدري بالتصعيد. مو بس الصالة أبو الشغب راح أنزل أخذ المطبخ. شنو المطبخ؟ إيه المطبخ ما ننطي خاول. مطبخ ما ننطي خاول. شو سوي له يا عيني؟ شوهت صورته قدام أهلي وأصدقاء ومفاد وقلت تبرد الصالة وبلكي يرجع وهم مفاد. هاي المن تشكين؟ هلا بالإعلام الأصفر. مالك مكان هنا أنا عيني. جماعة يوزر سيف، جماعة سباق السلحفات، منو فاز الجوزية لو الجوزية طوخ؟ أقول ليش ما تصوري هو دا يشرب وتفضحي؟ لا لا لحظة، هو دا يظن مبطلته جوا القنفة. ما دا يشرب إيش فايت لي؟ أصفر يا أصفراني، أبقى سقط بينا أبقى. أقول لك ليش ما تستفزيه وتصوري وقولي عليه مو سلمي؟ لو تموتون ما أتنازل عن سلميتي، لك ماكو هيجي بشر، أخ 15 سنة ضيم وقهر، وهسه تجون تحجولي بالسلمية؟ انتي على شنو مدوخه روحك؟ قولي لما طالبك مشروع وانا ضد الظلم وركب الموجه. انت ولي معوده كيفكم؟ ها ابو الشغب بقيت وحدك؟ عفوك. هلا دخل الطرف الثالث. قول الدجشني غسان. ماما يا عيني انت شبيك؟ خلي ولن عيني. هاي سوالف الحنيه بعد ما يعبرن علي. والهاشتاق ترند ان شاء الله اليوم. غسان اذا تبقى هيك ترى تعرف كل الزين اخوتها ما يشاقون. بعد ما عدي شي خسره عبالكم مثل قبل اخاف. اسمع ابو الشغب بعد بالستة الصبح يا الله ارجع. وبعد ما اقول لك صديقي مريض حتى اطلع العبدومنا ويا جماعتي. خوش طلع 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 سوالفك بعد طلعهم كلهم. ايه اسمع سوالفي بعد. اسمع ابو الشغب تتذكر من كنت تخابرني وتقول لي شنو هاي اغنية نور الزين يمك واقول لك ابو دراجة فات من يمي؟ مو ابو دراجة هذا، هاي كانت قاعدة خاصة. حسي خوش يعني انت ما تخاف. بابا انتهى زمن الخوف. يعني اتصرف؟ اتصرفي خوش. اركان يما اطبق الماطور وتعال. اركان ودراجة؟ خلي احضر الصورة مال مخطوف.